في أديس أبابا قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إن بلاده أبلغت المبعوثة الأمريكية للسودان دونالد بوث بمضيها في عملية الملء الثاني لسد النهضة، وأكد تمسك بلاده بإعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاث عام 2015 كأساس للمفاوضات. هدف زيارة المبعوث الأمريكي يتعلق بسد النهضة. إثيوبيا تساهم بنسبة 85% من مياه نهر النيل، ولها حق قانوني وسيادي دون أن تلحق ضررا بدول المصب. تم إبلاغ المبعوث الأمريكي بأن إثيوبيا ماضية في مفاوضات سد النهضة وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ، وهي مهتمة بالمحادثات التي يقودها الاتحاد الإفريقي.